في الذكرى الثامنة للاحتلال السعودي والإماراتي للبحرين، نحيي صمود شعبنا وإصراره على مقاومة هذا الاحتلال وعلى الصمود في وجه هذا الاحتلال. هذا الاحتلال جاء بمسمى حماية المنشآت، لكن عمليا هو احتلال، ونحن نقول لا للاحتلال السعودي للبحرين، والاحتلال لن يستمر. هذا الاحتلال الذي في الليلة الأولى قتل 3 شهداء، وفي اليوم الثاني في هجومه على الدوار 5 شهداء وأكثر من 200 جريح، وهدم أكثر من 39 مسجد إضافة للمضافات وما شابه، نحن نقول الاحتلال ليس قدرا، شعبنا لن يقبل بهذا الاحتلال، شعبنا سيواصل الطريق حتى خروج القوات السعودية والإماراتية من البحرين.